قولكن من وين هالصوت وليش عم يطلع؟ تعالوا نشوف ونسمع. الو، اهلا. في بس فكره عن منين شو اسعارها؟ ايه جمعينا. اي موديل؟ يعني صراحه كل الحلوين عاجبيني، صح ذاك الموديل بس لو سمحت شو سعره؟ بالدولار ولا باللبناني؟ بالدولار باللبناني. انا برايي الموديل تهتمش فيه لانه شوي مشغول، بدي استاذن فيه. تهتم فيه. اهلا وسهلا. هلا على السعر ما تعطي الهم، انا بكون هون. اهلا. انت بتتوصف فيه بالسعر مسوي شمالي؟ اوكي. سوري، ما مين حضرتك؟ محمد عواضة. محمد عواضة. محمد عواضة؟ اها، تشرفنا مسيو محمد. قل لي شو بتحب تشوف مسيو محمد؟ هذا الصالون ثلاث قطع عجبني. هذا الثلاث قطع مسيو محمد؟ اي مع الطاولة. اها. انه منافذ مساعد لالن، عرفتي كيف؟ طيب. تفضل استاذ محمد، جربهم بالاول. بعدين لحتى تاخذ فكرة عن السعر. مش هلو؟ كل شيء على المصاري. كل شيء؟ على المصاري حلو. هيدا مليون و700 و مليون و750 ألف بس؟ بس. طيب وهيدا شو سعره؟ هيدا مش محمد؟ نعم. هيدا كل فرد لا عم يعمل هيك. مين؟ هو عم كل ما احكي معه عم بيعمل هيك. ليه؟ سوري مسيو، ما عم بفهم. كل ما عم بحكي معك عم بيعمل بايده هيك. ليه مثلا؟ ما بعرف كتير. شو خصنا فيه؟ بتعرفي شو يعني؟ لا. زبون ولا كيف؟ ما بعرف، زبون اكيد. ما عليه مسيو، هلا ما تعطى لهم شيء يعني. لا وهيك يعني نوع دغري بيحمى دمي. لا دغري بتعصب، عرفتي كيف؟ هولي بصيروا كل قطعه بسعر لحال مسيو محمد. استاذ اسمح لي، بعرفك شيء؟ يا حبيبي بعرفك شيء؟ لا حبيبي. لا عم كل ما بحكي مع دموزيل. شو؟ كل ما يحكي معها شو هيك يعني؟ يعني عم لا يا اخي بركي مش خصلي. لا ما قاعد وحدا معه وعم بيتحدث معه مثلا بيعمل شو؟ لو سمحت مالي، في هونيك 100 صاله كبيره معروف فيها. ليك الصاله قد ما في الا بتاعت هون يا حد محل بسرعة الصالون. قعدنا على هذا الصالون، جيت لهون قعدنا لهون جيت لهون. ايه ما انتبهت شو سعر التيكت؟ طيب ما عليه، ما تعصب مسيو محمد. هلا هيدي حقها مليون و650 الف، هيدي لحال. بهمك كل قطعه لحال مسيو محمد؟ حاول ياخذ يا معلم. عم بقول لك بس خلي هيك رايق معنا هلا عند المساء. ما بعمل لك عم نسرع على الصلاه. بدي حقك. شو عم بقول لك؟ خيي تمطلع، روح اقعد على هداك الصالون. روح لهونيك عم بسال عيد الصالون. كل شيء تم بايدك هيك. شو معصبك؟ ما بفهم. خيي لا، ما كل شيء تم بايدك هيك. خلص ما احترم حالك وخلص. خلينا نروق شوي عن امرك، روق شوي. شو بتساوي؟ ما شو بدك تعمل مسيو محمد؟ انه ما خلص. طيب مسيو محمد بدنا نكفي سوا نحن؟ بدنا شوي كفي كمان. لا قل لي، بدك الصالون كله سوا ولا بدك فردي فردي؟ مش بدنا بقى الصالون، هذاك بس هذاك الصالون. هيدا؟ ايه عادي الصالون. تفضل مسيو محمد. هيك خليك رايق شوي، روق خاص، خليك ما تقفل معي هلا على الاخر. شو عم بعمل لك؟ يا خيي طب خليك يا خيي خليك بعد عم بتفرج. طب انا عم بحكي معه، شو بعدك لاحق وراي؟ ما ليك الصالة قد كبيرة تطلع فيها. لو صغيرة خليك ما تخش فيه، بس ليك قد كبرى. هذا الصالون خليك، هذا الصالون شو صار؟ انه مسيو محمد ما عم بفهم ليه عم بتعصب عليه انه ما خص بالموضوع. عم بقول لك يمكن خص لي معه. تقرب لعندي شوي مسيو محمد. هيدا شو صاره؟ هيدا خارج بلكون. بلكون يعني اذا عندك تراس برا قدام البيت او شيء هيدا بيمشي حاله معك. يعني عندي برندا هي كبيره، بدي اكبر من هيدا. بدك اكبر؟ فيك تاخذ اثنين مسيو محمد وتوصلهم على بعضهم. يا معلم وينك؟ من ما احكي معك اليوم. لحظه يا لا انه عم كل شوي عم بيعمل هيك، ليه طيب؟ ليه؟ شو فيها شو؟ يا خيي ما بيعرف راسي دغري عم بقول لك. شو عم بعمل؟ لا عم تعمل بايدك شو هي؟
لا كلنا صلاة على الصالون بتروح وراي وبتعمل هيك. شو هيك؟ ما تطلع الصلاة هيك بيه. شو هيك؟ هيك بايدك ليه؟ لا تعمل لي هيك. ما تطلع هالطول كيف؟ تعمل لي هيك. شالك يا خيي. من عم تعمل طيب؟ يا خيي خصلي ما خصلي ليك الصلاة قد كبير. روح لهونيك روح لهون. لحد يعني خصلي؟ طيب. ما خلت ال... شو صار؟ شو صار؟ طب مالي؟ خلص روح. خلص. طب مسيو محمد لحظة شوي. ليك كيف عجم؟ خلص روح. بتعرف حدا عنده خصلة بقى؟ هي رواق شوي خلص روح. جد واحد شو بجنن واحد غيرك. خلص روح يا خيي روح. وين صاحب المحل يجي وينه؟ خيي أنا بستفيد. شو في؟ أنا عم بشتري خليني أشتري. يا مسيو شميلة ما تدخل الله يخليك، مسيو شميلة أنا عم ب... معليه مسيو محمد بس حضرتك زبون وحضرته زبون. زبون بس بلزق فيي ليك ليك على الفصل. لا كل ما سال على الصالون بكون مثلا بده حط براسي صالون لياخذه بيع بنسيني اي صالون هو مسيو محمد يمكن هون باثنين هلا انا عامله فيي طاقة. بيقولوا اذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها، بس ولا مرة سمعنا إذا ما بدك تبيع سيارتك غليلة.